غلق التيك توك خلال 7 أيام بالظبط. تصريحات قوية جدا من مسؤول أمريكي بيطالب بحذف التيك توك. إيه الحوار وإيه اللي حصل بالظبط، وهل فعلا سيتم حذف التيك توك ولا الموضوع مجرد كلام؟ انتشر خلال الساعات اللي فاتت تصريحات مهمة جدا من مسؤول أمريكي بيطالب بحذف التيك توك، وده بسبب ان التيك توك بياخد معلومات خاصة بكل مستخدم ملوش اي حق ان هو ياخدها، زي صور او فيديوهات او معلومات او جهات اتصالات وبصمة وش وبصمة ايد، حاجات كتير ملهاش علاقة بالابليكيشن، والابليكيشن مش لازم يتدخل فيها تماما. والمسؤول الامريكي بيقول ان اذا اثبت او هو تم اثبات بالفعل ان ده حاصل، سيتم غلق التيك توك وحذفه من على جوجل بلاي. طبعا بعد الخبر ده لما انتشر اغلب الناس بدأت تسأل هل فعلا الموضوع حقيقي ولا ايه، ومن الواضح فعلا ان الموضوع هيكون حقيقي وهيكون بجد ممكن يكون، لكن التيك توك بدأت تجهز لتحديث خاص بيها وتقريبا هينزل بعد 4 ايام، وهو عبارة عن ان هيكون اخر تحديث على جوجل بلاي، وكل الفكرة ان انت هتحدث التيك توك والتيك توك هيبدأ يحولك على مكان تاني عشان بعد كده تبدأ تحدث التيك توك بعيدا عن جوجل بلاي، لان جوجل بلاي اللي هو المتجر خاص بامريكا فمش هيكون موجود عليه التيك توك، فالتيك توك هتحولك لمكان تاني بحيث ان انت تقدر تحدث التيك توك او التيك توك يفضل شغال معاك في اي وقت. طبعا بعد اللي بيحصل ده في ناس كتير قالت لو فعلا التيك توك بياخد معلوماتنا فيتقفل وملوش لازمة تماما، وفي ناس تانية قالت ان امريكا بتعمل كده لان التيك توك بقى منافس لمنصات كبيرة جدا خاصة بامريكا زي اليوتيوب ومنصات تانية طبعا مشهورة جدا، التيك توك فعلا بدأ بينافسها ومتفوق عليها، فبالتالي امريكا عاوزة توقف التيك توك علشان منصتها تبدأ تتشاف وما يكونش كل الناس بتتابع او على التيك توك وبس وسايبة المنصات التانية وما بدأتش بتدخل عليها او بتتفرج عليها. انتم رأيكم ايه؟ هل فعلا لو اثبت ان التيك توك بيسرق المعلومات تتم غلقه، ولا الموضوع ممكن يكون مجرد بس حاجة امريكا عملها علشان التيك توك بقى منتشر بشكل كبير جدا فعاوزين الناس تبعد عن التيك توك وتروح للمنصات الخاصة بأمريكا؟ شكرا لكم متابعين القناة، أتمنى أن الفيديو يكون عجبكم، وأتمنى أنك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.